وانت ايه اللي وداك الكرموز؟ هتعمل معايا تحقيق؟ قوم شوف الرجال شو بده مني. حاله هو ما عملش اي حاجه. ولك يا عديم الاحساس، ولك عم بقول لك الزلمه لحقني من كرموز لهون، قوم احكي معه اضربه كفين. انت طول عمرك كده تتخانقي مع دبان وشك. بطل خناق مع الكاشف. قولي لها يا صنية دي وش نكد. انت رجال انت، ولك انت مصلوب من دفتر الرجال، مصلوب انه كتفي عليك كتفي، ولك ما بيغار علي ما عنده احساس. هي فاهمه كده، اي راجل ماشي في الشارع يبقى عينه منها. يكونش الجدع ماشي بس لك يا بنت. انتوا رح تجريشي وراي وانا مش عارفه شو بده، صار له اكتر من جمعه. ما تخافيش سيبيهولي اني هتصرف معاه. يلا وراكي. يلا يا ست. كاشف يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقوني يا خال، الحقوني يا هو. تاكل ايه؟ خلاني في وسط الرجاله وعايز يخطفني. تاكل ايه؟ شو بدك يا لهوي؟ بدي ايه منك؟ ولا عوان؟ ايوه يا ست سنية. عليك بيه. هاتي يا ست سنية. عليكوا بيه. يلا خدوا كسروا قلبه. اضرب يا ولا. خلي عني تفو عليك يا زهرة. ولك يا ام شوقية يا ست سنية. تلول بتندهي ليه؟ اوعى يا اختي تكوني تعرفتي مع الافندي جوز. لا لا تعرفت معه ولا شيء الحمد لله هالمرة. عم بندهلك تأطمن عليكي وتأطمن رجع الشيخ بالسلامة ولا لا. يا اختي رجع بالسلامة تسلمي وتعيشي خدي حلبه. شو هالصحون كلها بدك تطعم الشارع كله؟ ايوه لازمن الشارع كله يحلي حالك. يا سلام، كنت بتمنى اني اتجوز رجال مثلك تحبيه ويحبك. هاي خدي يا اختي دهلي لفندي جوزك، ربنا يهدي سروكم. الله خليكم لبعض. لوين رايحه؟ لسه مريم يا ايفون. بدي يا جميل يا بنت مريم. انت لعنتيني عيطيلي لحتى اطلع اقعد معكم. اتصل الله ولا فارق هعيط ليه؟ انا حجبت يا ست مريم. يلا كل واحد يروح شغله، هنا مش سياترو. يلا في ايه لولا؟ صار له اسبوع لحقني، وين ما بروح بلاقيه في وشي، وهلا لقيته تحت البيت، وانت عارفه الكاشف من هون انا لوحدي بالبيت، انا خايفه. خايفه ليه بس؟ انت ست خلوه يا بتينا. انت مش فهماني شيء، هذا الزلمه طلع لبناني. من بلدك يعني؟ الا طب بدل من بلدك تخاف منه ليه؟ ولك يا عمي اذا لبناني يعني عرفه يعني خلص ما عاد فيني ابقى هون، خلص ما عاد في نجمه، ما عاد في ستار، ما في شيء، خلص خلصت حياتي. لازم اترك البيت، لازم اترك الدنيا كلها. كل ده علشان راجل بيعكسك؟ لا الموضوع ده هو فيه سر. مين الراجل ده؟ هذا هو. ولا وقفي. استنى هنا يا راجل، انت بتعكس الست المحترمه دي ليه؟ انا انت ايوه. لا مش هو. مش هو؟ مش هو. بس انا خلص، انا انهارت، ما عاد فيي. يا كاشف يا كاشف يا كاشف. هيدا الرجال صار له جمعه، كل ما بروح بلاقيه وراي. اليوم لقيته تحت البلكون. عارفه شو يعني تحت البلكون؟ يعني خلص عرفوا محلي، عرفوا عنواني ست بتينا، عرفوا عنواني. وهيدا السلام اللبناني. ايوه انت قلت لي ان هو لبناني قبل كده هو. طب ايه المشكله؟ فين السر؟ الحكايه انا بحب الرقص،
تهيألي هيك اني يمكن لو جيت على مصر اني ابقى مثل بديعة مصابني مثلا يعني. فهربت من بيي وقلت بشتغل هون وببقى ارتيستي كبيره، والظاهر انه بيي بعد حدا وراي. هيدا الزلمه ما بعرف ولا لبناني، ممكن يكون هيدا الزلمه بعته بيي. شكلك كذاب كبير، لكن هنفرض ان البابا بتاعك بعت واحد على ثاني يرجعك، مش ممكن ابدا هيبعت لك راجل سرير. شو قصدك؟ يعني البابا بتاعك لو كان عارف عنوانك بصخيخ كان جه بنفسه، يا اما ضربك يا اما قتلك، مش مهم يعني. على كل حال الراجل ده حاجه من الاثنين، يا اما نصاب يا اما بيبصبص لك بجد. نصاب؟ لك على شو بده ينصب؟ شو بده ينصب؟ ما تعتير بتعتير. على كل حال لما يرجع هنعرف انه كل حاجه. أنا بعد رح استنى لما يرجع. بس استنى اتركيني يا بتينة. استنى بس، أنت خايف ليه؟ أنا موجود. لك أي جوز؟ هيدا جوز؟ هيدا خيال معاد؟ هيدا جوز؟ بتينة لازم تحسي فيي، أنا مخنوقة مخنوقة يا بتينة مخنوقة. ما تعملش كده، اعتبرني واخد صاحبتك، أختك الكبيرة، مامتك، ولا أقول لك لا خليني أختك على سن نفسيتي ها؟ ايوه يا شيخه اضحكي كده اهوت ضحكتك حلوه خالص.